وأن نثق بالله
حق الثقة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في هذا الميدان صبرنا وثابرنا ونادينا بالحرية والعدل والقصاص من المجرمين أيًا كانوا، وما زلنا حتى تتحقق أماني شهدائنا الأبرار الذين فقدناهم في هذه الدولة المجيدة. فلنحافظ على العهد ولنمضي قدما ولا نغتر ببعض التصريحات التي ترد عن بعض الشخصيات، فهي ربما تكون مسكنا لنا كي نتخاذل في تقديم مشروعنا. نتفاءل بالتصريحات ولكن لا نعتمد عليها في بناء مشروعنا. يجب نحن جميعا استبشرنا بما صرح به وزير الدفاع المهدي البركي، ولكن في نظري هذا التصريح لا نبني عليه آمال فوق الآمال. ربما يكون عبارة عن مسكن كي نعتمد على تفكك الطرف الآخر ونخذل ونسكن، ولكن يجب أن نتفاءل بهذه التصريحات. وأن صفوف الخصم بدأ فيها الانشقاق، ونثابر في مشروعنا الذي ننادي به، وهو بناء دولة الحقوق والقانون، دولة العدل، دولة الإنصاف. يجب على المسؤولين جميعا أن لا يتخاذلوا وأن يكرسوا جهودهم في الخروج بمشروع ينقذ بلادنا مما هي فيه من الصراعات السياسية والميدانية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير.